أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل رضي الله عنهم ورضوا عنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن عمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته شاهد بربوبيته مقر بوحدانيته والصلاة والسلام على إمام الدعاء والرحمة المهداة والنعمة المستاة سيدنا وإمامنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثرهم إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها أما بعد فيا قومي فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته زاري إن شاء الله بلفوق علي قبالون تكساتي بروغرامي كتلالا غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه ወዳጆ ቻችን እንገናኝ የሚለው ፕሮግራም በአላህ ፍቃድ ይከተላል ያአላህ ሱብሃነ ወተዓላ መገጠም ከሆነ ዛሬ ስለ አንዱ ታላቅ ሰሃቢ ታሪክ እናጋራለን ከሱ በፊት ግን ሰይድና አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ لما حضرته الوفاة ሰይድና አቡበክር ሞት አፋፍ ላይ እንደደረሱ አብሯቸው ላሉት ሰዎች ምን አለው اذا مت تلك الليله زاري بزي ليلت كموتك فلا تنتظرون الى الصباح سكطات اندا تطبقوني فان احب الاوقات الي ما اكون اقرب الى رسول الله اني نسك نغات اندا تطبقوني سينغا نو من قبرو بلاچو بلليت وسداچو قبر منو اني زند بتام يتوددو غزي ود نبيونا ود بالدربوچو قرب مهون مهونبت غزي نو اباكاچو اندا تاقويوني እኛ ምን ለው ይሄን ነው አኸራ ላይ እስከነገናኛቸው ድረስ ከሰሃቦች ጋር በትዝተ አምድ አብረን እንቆያለን የዛሬው ታላቁ ሰሃባ ባልደረባችን ወዳጃችን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጃቸውን እሱ ላይ አደረጉና ምናሉ ለው ካነ ኢማኑ ቢሱሪያ ለተናወለሁ ሪጃሉን ሚን ሃኡላ አሉ ኢማን እኮ ይሄ እምነት ኢማን ሱሪያ ላይ ሱሪያ የሚባለው ሩቅ ያለው ኮከብ ላይ ቢሆን ከነዚህ ጀግኖች ሰዎች ውስጥ ባዙት ነበር በደረሱበት ነበር ብሎ አመገሳቸው ከነዚህ ውስጥ እጃቸውን የት ላይ አድርገው ነበር ከዚህ የዛሬ ባልደረባችን ከሆነው ከታላቁ ሰሃባ ይህ ሰሃባ قصتنا هذه هي قصة الساعي وراء الحقيقة ونتم بمفلق ادميون يفجس لهون الصحابة هنا الباحثي عن الله اللهم فلق ادميون يفجي هنا ما انه يسو يتلق صحابة ما انه هذه هي صحابة ما انه سلمان رضي الله عنه سلمان نو الفارسي كفارس هاجر يمتاو تلاقوا صحابة سلمان رضي الله عنه نو سلمان راسو انديت ودأ سلمنا اندمت تاريكون يجمر لنا كل جنته نو تاريكون يجمر لنا كنت فتى فارسيا من اهل اسبهان اسبهان متبال ايرانا كي متقن كتما وسط يتولر كل قوت أتنبر كلال من قرية يقال لها جيان جيان متبال من درست نعدك وتسفرست وكان أبي دخان القرية أباتهم يا قريت وهنا استقدار نبر وأغنى أهلها غنا وأعلاهم منزلة كاقراتشن كاللو بالس أقوة جست قنبارك أدبونا أقراتشن است تلك دمسو تستسمينة اللو يتكبر سو نبر أباتي لال انهم بمجوت نبر يدكوت وكنت احب خلق الله اليه منذ ولدت كتولدك جمري كسو زند كيتنيوم فطور بلا اباتي زند يتوددكني ثم ما زال حبه ليشتد ويزداد على الايام حتى حبسني في البيت خشيه علي كما تحبس الفتيات اباتي لني يالو فكر وتام كما جمرو يتنسى شجر غودات يدرسبتال بلو لك لغا كوردا سيتوج لجاغرر سيتوج اندي بلاشو تبلو بيتوس اندي بيكمتوت انينم بيتوس تاسكمتنيلال اندي وطا يفقدلني يي بيت سرني ادرغني لني كالو طلق فكر يتنسى سلمان حق فلغا نو انغدي يسو مغلج ابحريو الباحث عن الحقيقه انا ميبالو سلمان من إلال أباتنا الناتو مياملكوت ياغروم أبزان يوم أهبرس مياملكوت مجوسية ميبالي أمنت كفل إيه أمنت كفل سات النوم مياملكوت منو سات هلو نگر تاقاتر علش بلو سلميامنو يهلو نگر عقاتر يكوهنش يهلو نگر جيتا السوانات
بلوس سات النبر ما يعملكوت وقد اجتهدت في المجوسيه حتى غدوت قيم النار التي كنا نعبدها اني مال مجوسيه لي زي سات املكو لي بتام اجتهاد مارق جمرك سلسود ما اطنات جمرك بتام تغتش كما ما اطنات يتنسى سلادينو تلقوقت كما زي يتنسى የምናነደው ሰዓት የምናነዳቸው የምናነደው የጌታችን ዋና ሰዓት አቀጣጣይ ሆኝ ተመርደብኩ ይላል ወኡኒዩ ጠቢ አምሩ ኢድራሚሃ ሐታ ላ ተኽቡ ሰዓተን ፊ ሌይሊን አው ነሃሪን እኔም ሁሌ እሷን እየተከታተልኩ ማቀጣጣል የኔ ኃላፊነት ሆነ በሌትም በቀንም እቺ ሰዓት እንዳጠፋ ጉድ ወካነ ሊአቢ ضይዓ ዓዚማ قال سلمان حق لي نبرو تقلك مجوسية جمرال أباتو تلك بالسقانو يهون بوتا انفستي أدرغو سفي نبرت هلو عندي أباتي إلال بتام بيزي هوننا ما هدال شالم ودزي نبرتو كزام من علي يا بني إني اشتغلت اليوم بما ترى زاري بايهي قده بيزي هون يالو باك هدنا يان قدين تكتاتل قنزووشيني زالين علي እኔም ያባቴን የመጀመሪያ ቀን ዶጥ የፈቀደልኝን የደስታ ቀን ይዤ ከቤት ወጥቼ በጎዳናዎች ላይ ስራመድ وفيما انا في بعض الطريق مررت بكنيسه من كنائس النصارى كنصارى بتكريستيانوش ككريستيانوش بتكريستيان طق الفك فسمعت اصواتهم فيها وهم يصلون الناس يسجدوا صلاه يادرغوا دمصاتهم سمعوا فلفت ذلك انتباهي تكرتين سابوا ድምጻቸው ገረመኝ ምን አይነት የመገዛት አይነት ነው የተሳብኩና ወደነሱ በተክርስቲያን ውስጥ ገባው ይላል ወደም ያመልኩበት ቦታ لم اكن اعرف شيئا من امر النصارى ስለ ነሳራ የሚባል እምነት ምን ማቀው ነገር አልነበረኝ ምን አባቴ እንዳሉ ታደርገይ ስለነበር ቤት ውስጥ ሌላ እምነት ከኛ ሰዓት አምልኮ ውጭ ያለ አይመስለኝም ነበር በጣም ተገረምኩ فلما تاملت اعجبتني صلاتهم ልክ ሳስተውላቸው ሶላታቸው በጣም ገረመኝ ያስጋግድ አይነታቸው ከኛ አመድና ሳት ከማብለል የተለየ ነው ምይስብ ነበር አባይን ያላየ በምንጭ ደነቀል እንዲሉ ገና ስልምናን አላየም ግን ሳት ከማምለክ የተሻለ የዒባዳ አይነት የሰው ተመልክቷል በጣም ተማረኩ አለ ورغبت في دينهم በእምነታቸውም በጣም ተሳብኩ قلت لراسي بيالو والله هذا خير من الذين نحن عليه إنيا كان لنبت أمنت يتشالنو هي صولتاتو دس لال فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس أباتي كلاكي بوتا تتشي أن السوزن سهاي سكت الكدرس عبر ياتشو قويو عباداتشو لي يتملكتو يسولتا الدرارقاتو سبوين سقرم قويو على كزام كزاو ستلالو تسوش تأيقواتشو أين اصل هذا الدين يزي امنت من جويت نو مسرته يت نو سلمان ميفلغو يتشالن حقيقه نو ميفلغو مسرته يت نو يزي دين قالوا في بلاد الشام شام متبال اجر است نو يزي دين مسرته قالوا قدي هيسو شام لمهد لي وسن نو معناتنا كزام اباتي كالين كلاكي بوتا تشي اباتي لكاس يسفلغي قنوم مولا هولوال ما تا ود بيتو تملس سملس لجي يتده نو يتفاني ستاسچنقኝ ዋልከኩ ላንተ ያለኝን ፍቅር ጉጉት ታቀላለኝ እኔ ምን በያልኩት ያ አበቲ እኒ مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم እኔ ጾለት በሚያደርጉ ቤተ ክርስቲያን ጥግ አለፍኩኝ ስግደታቸው ጾለታቸው ማረከኝ ዲናቸው ከኛ የተሻለ ነው አልኩት አባቴ ይህን ሲሰማ ደነገጠ ማለሰጣው ልጅ ርሜን ዛሬ አስጥቸው እንዲጉድ ሊሆናልና ለያባብለ ይጣረ ምን አለ አይ ቦነየ ليس في دينهم خير بالنس دين من خير الله بلن من يتشال الله بلن دينك ودين ابائك خير منهم يعني امنت يا اباطوتشي قدماياتوتشي امنت اي ساعتني مجزات امنت يبلطال ينسو دمو من الله بلحالي سلمان لحقك ومن نبر من قالوا اباطو قلت كلا بجرش والله ان دينكم لخير من ديننا ان السنه كنيا يتشاله نو اباطي قالوا لك محلاچين يالا چقچق سيرزم اباطي هي سو امنتون طدول يكفر يشلالالنا تلك سنسلت امطتو غريلا يدرغو اسرنينال سلمان كزام سلمان رضي الله عنه من الهلال ودهون لنصارى كيساوستوچ دبدابيلا كلاتشو اني سربيت زوتا سربيت يالا شاماغر ايه يامنته مسرتي هونو اغر
ወደዛ ሀገር መሄድ ተጓዥ መንገደኛ ካገኛችሁ እባካችሁን አሳውቁኝ አልኳቸው። እነሱም ልክ ወደዛ ሀገር የሚጓዝ መንገደኛ ሲያገኙ ጻፉና ደብዳቤ ላኩልኝ። እኔም ይሄን እንደሰማው አባቴ አሰረኝን ሰንሰለት ሰባበርኩና ጉዞ ወደ ምን ሊከተል ነው? ወደ ሻም አገር። ተመልከቱት፣ የሰልማን ሐቅን የመፈለግ ጉዞ ከዚህ ጀምራል። ከፋርስ አገር ወደ ሻም ጉዞ፣ ምቾት ቅንጦትን ድሎትን ትቶ ሐቅንና አላህን ፍለጋ። አላሁ አክበር። ከዚህ ጀምራል። አንድ ወደ ምን ሊጓዝን? ወደ ሻም። ሻም ላይ ከነዛ ሰዎች ጋር تسافروا برهدا كذا فلما نزلنا فيها قلت من افضل رجل من اهل هذا الدين كذي امنتاچ است بيستي تشالو سومانو አልኳቸው قالوا باباسو نو አሉኝ يبت كريستيان وانا مري يشاماغر وانا باباس اسو نو አሉኝ سلمان كترا قيسوش گا مون አልፈልግም كوهناዎቹ نو مون يفልገው መጀመሪያ ላይ اين اصل هذا الدين ብሎ ነበር አሁን ደሞ ምን አለ من افضل رجل من اهل هذا الدين ማን ነው በላጩ ሰው የተሻለን ነበር የሚጠይቀው። ከዛም ጳጳሱ መሆኑን ሲያውቅ ወደ ጳጳሱ ሄደና ምን አላቸው? እኔ እርሶ ኸዳም ልሁን ላገልግላቸው፣ የእሱ ኸዳም ከእሱ ልማር ልቅራ፣ ዒልም ልወቅ፣ አብሬያቸው አላህ ልገዛ አላቸው። እሳቸውም ተፈደል አብረኝን አሉት። ሰልማን ምን ይላል? ከእሳቸው ጋር መኖር ጀመርኩ፣ ከእሳቸው ጋር መማር ጀመርኩ። ثم ما لبثت ان عرفت ان الرجل رجل سوء ይህ ግን የቤተክርስቲያኑ የሚያስተዳድረው ጳጳስ መጥፎ ሰው ነበር አለ። فقد كان يأمر اتباعهم بالصدقه የሱን ተከታዮች ህዝቡን ሰደቃ ስጡ ያለ ያዛቸዋል፣ ዳዓዋ ያደርጋል። እነሱ ሰደቃ ስጥልን ብለው ብር ሲሰጡት እሱ ግን ይከዝነው ነበር ያስቀምጠው ነበር። ሰባት ፖርሳ ያህል ወርቅ ብር እስኪያስቀምጥ ድረስ በጣም ጠላውት አለ ሰልማን። እሱ ንብረት ወርቅ ጥሎ የሄደው ሐቅን ፈለጋ ነው። ሐቅን አገኝባቸዋለሁ ካለ ሰዎች ግን ሌባዎች፣ መጥፎ በዲን ስሚያጭበረብሩ ሳይ በጣም ጠላውት አለ። አላህም ይሄን ሁኔታ ይናየና በሱ ቦታ ثم انه لم يمد غير قليل حتى نصبوا رجلا اخر ልክ ይህም ሰው በህይወቱ ብዙ አልቆየም አለ። ይህ መጥፎ ጳጳስ ሞተ። ልክ እንደ ሞተ ሌላ ሰው እሱ ቦታ ላይ ተኩልኝ። ይህ ሰው አለ ሰልማን ሲናገር፣ ይህ ሰው ረጁለን አኸር መካነሁ ጥሩ ሰው እሱ ቦታ ላይ ተኩልኝ። ፈለዚምትሁ ከእሱ ጋር ልክ እንደ ዛኛው አብሬው ተቀመጥኩ። ፈማ ረአይቱ ረጁለን አዝሀደ ምንሁ ፊ ዱኒያ እዱኒያ ላይ እንደዚህ አይነት ሰው ዛሂዳ ይቻላል በዱኒያ ብልጭጭ ማይሸነገል ولا ارغب منه في الاخره اخران من ذي سو ميودا يتشالكم ولا ادب منه على العباده ليلا ونهارا اندسم ليتكن عباده لي الله ليتكن ميغزا اندسو عينت سو على يهتم ولا ارغب منه في الاخره ولا ادب منه على العباده ليلا ونهار فاحببته حبا جما بتام لبي بسو تمارك بتام وددكوت اللهم بتام ميغزا عالم عابد دينت سوساي فأقمت معه زمانا كسوغا لزمنات عبره تكمت كسوية تماركو كراءتين عبادة مية تماركو تكمتكو فلما حضرته الوفاء كسو موت بمت عبت كزي كدي السنمي مسل سوية لم ليلو التاليك إسوشن وزور يعلوت من بيالكوت يا فلان إلى من توسي بي لما أنو عدرام متتوي يوان تنقري لتموت مالكوت ومع من تنصحوني ان اكون من بعدك كانت بهلا ما انغاندو هن امت مكرين يالكوت فقال اي بني اي انت لجهوي لا اعلم احدا على ما كنت عليه الا رجلا بالموصول والله مريت لي ليلا سوالاكم اني باللوبت قطتنيا منغير لي يال تككلنيا قيس يا نبي عيسى منغير يتكتل كن عند سوال يت هاجر نبي يغنيو موصول متبال هاجر ايتشي موصول عراق اگر اكابي قربانات عراق الصون يالو شام نو موصول متگنيو عراق است وهو فلان اكلي يبالال سمو لم يحرف ولم يبدل فالحق به السو نبي عيسى يمطوتن ام كريستوس ميلوت الناس يمطوتن دين يالو وط تككلنيا يالا بلاش سو بينور السو نو ليلو تش بلاش توتال يسوس ياند سوستنيا نو يسوس تاندنيا نو يالو ابلاش توتال ማርያም የጌታ እናት ናት ይያሉ አጨማልቀውታል።
ትክክለኛውን ግን ዒሳ ነብይ መሆኑን መርየም ደግሞ የአላህ ተወዳጅ ባሪያ መሆኗን እምነት ትክክለኛ የያዘ ሰው ቢኖር መሬት ላይ ይሄ መውሱል የምትባል ሀገር ውስጥ ያለ ይህ ትልቅ ሰው ነው። ከቻልክ እሱ ጋር ሄዳለኝ። የሰልማን ሁለተኛ ጉዞ ሊቀጥል ነው። መጀመሪያ ከፋርስ ወደ ሻም፣ ከሻም አሁን ወደ ምን ወደ መውሱል ሊጓዝ ነው። ሐቅን ፍለጋ አላሁ አክበር። ሰልማን ሄድኩ ይላል። መውሱልም እንደደረስኩ ይህን ሰው አገኘሁት፣ ነገርኩት። ያው ጓደኛህ ነው አንተ ጋር እንድመጣና ካንተ ጋር ብሬ አላህ እንድገዛ የላከኝ ስለው በደስታ ተቀበለኝ። እንኳን እሱ ልኮ ብሎ አብሬው ተቀመጥኩ። ወላሂ ይላል ሰልማን ልክ እንደ ጓደኛው አላህን የሚፈራ አላህን የሚወድ ባሪያ ነበር፣ ዓሊም ዛሂድ ነበር። አብሬው እሱ ጋር ተቀመጥኩ፣ ከሱ መማር ጀመርኩ። ከሱ ጋር ብዙ ከተቀመጥኩ በኋላ فلما حضرته الوفاة قلت له موت عفاف ليهم درسا شوف سنت سوتش اجو لين دالفو يا فلان الكوت اغلي هوي لقد جاءك من امر الله ما ترى ندمتاوي الله قداي انت ليه وردو بهل وانت تعلم من امر ما تعلم اذا محكم في اللقاء بيتسب اغرين تي تسدرك مون انت قال لما انو وصيا متسطي اما ان غاندو انت ازني الله الكوت فقال اي بني اي انت لجوي والله ما اعلم ان رجلا على مثل ما كنا عليه الا رجلا بنصيبين والله علي مريت لي اني نا انت ودني الهك تعلقوا باباس አይነት ባለንበት ትክክለኛ ዲን የተቀመጠ ሌላ ሰው የለም። ግን አንድ ሰው ቀርቷል። ነሲቢን የምትባል ከተማ ከኢራቅ 6 ቀን የምታሰድ ቦታ ናት። አሁን ያለበት እሱ ኢራቅ ውስጥ ነው፣ መውሱል ውስጥ ነው ያለው። አሁን ወደ ምን ነው ወደ ነሲቢን ሄዳለው። እዛ ውስጥ አንድ ሰው አለ፣ ከቻል ከሱ ጋር ሆነና አላህና ብረው ተገዛ። የሰልማን ሶስተኛ ስደት ሊጀምር ነው። ወደ ምን ነሲቢን ሊጓዝ ነው። 6 ቀን ተጉዞ ዛቻ ሀገር ደረሰ። ከዛም እንደደረስኩ ምን አልኩት፣ እገሌ ወይ የላከኝ እገሌ ናቸው፣ ወዳንተ ላኩኝ ጓደኛህ ናቸው፣ እሳቸውም ስለሞቱ አንተ ጋውኘ እሳቸው ጀመርኩትን ትምህርት እንዳጠናቀን የላኩኝ አልኩት። እሱም በጣም ሳልህ ሰው ነበር፣ ተቀበለኝ አለ። አብሬው መኖር ጀመሩ። ወላሂ ልክ እንደባለፉት ሁለት ጓደኞቹ ደግ ሰው ነበር ይላል። አላህን የሚፈራ ነቢ ዒሳ ባመጡት ትክክለኛ መንገድ ላይ ተቀመጠ ሰው ነበር። ከሱ ጋውኝ አላህ መገዛት ጀመርኩ። ከዛም እሱም ሞታፋፍ ላይ ደረሰ ጀለ ይላል። ከዛም ሞታፋፍ ላይ ሲደርስ ምን አልኩት፣ ለቀድ ዓረፍተ ሚን አምሪ ማ ዓረፍት፣ ይህንን ጉዳይ ያው እንደምታውቀው ነው። በስደት እናንተን ፍለጋ ነው አገር ጥዬ መጣው። አንተ ከሞትክ ደግሞ ከማይረቡ ቄሶች እጅ ላይ ልወድቅና መስመር ርስት ነው። ወደ ማን አደራ ትለኛለህ? ወደ የት አገር ልሄድ አልኩት አለ። كذا من علي فقال اي بني انت لجوهي والله اني ما اعلم احدا بقي على امرنا الا رجلا بعموريه والله اني بنبرنبت منجر لي دنيا لي يقرى سو يلم عند سو بيهون اجي يسويت نبي يغني عموريه متبال اجر نو كشالك اسو غا درسبت علينيال يا سلمان ثلاثنيا غزو ود من اربعنيا غزو ود عموريه جمريا كفارس ود الشام كشام الى الموصول كموصول الى نصيبين كنصيبين يعود متى عموريه متى عرتني اغير غزو سدت الله اكبر رضي الله عن سلمان ودز شاغر اندمطاو يهن سو اغنيوت لك اند غادنيوت صالح عبيد سو نبر الى كسو غا بري تكمتكو كسو غا غزيوچ ما سالف جمركو مقرات ممار جمركو كذا مترشا لي لك اند غادنيوت سو موت عفاف لي درسبني الى كذا متاونا من الكوت انك تعلم من امر ما تعلم ادي قداني وانت اندمتاقو نو حقا فلقاو دنا انت متسدجي متاو فالى من توسبي ودما نو ادرا متلي ودما له دا انت كموت قالكوت سويو كن بتام مياسازن زينا نغرينال فقال يا بني انت لجوهي ما اعلم ان هناك احدا من الناس بقي على ظهر الارض متمسكا بما كنا عليه الله اكبر اني لنغره هناك لجالي بالله ينبني اهون مريت لي اني يزنو بنبرو قطتنيا منغر لي يتقمطه سو يلم على ظهر الارض مريت لي حقو زي تقمطه انجي كريستيانوش نبرو غير مسمر يساتوتناچو مسقل يعملكو ياو قدم اندالو مريمن يعيسى اناتناتم
ፈጣሪ የፈጣሪ እናት ናት የሚሉ እንዴ ተበላሽ አመለካከት ውስጥ ያላችሁና ሐቅን ያዘ ግን መሬት ላይ ሆነ የለም አሉ። ሰልማን ዱንያ ፊቱ ላይ ጨለመበት። ለስንት አመት ሙሉ በስደት የተንገላታው ሐቅን ፈለጋ ነው። አሁን መንገር ላይ ተቆረጠ። ነገር ግን ሰውየው አንድ ተስፋ ሰጭ ቃል ሰጠው። ምን አለ? ወላኪነሁ አለ قد أظل زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي الله سبحانه وتعالى عرب مريت لي ملكو لعالم زنة عدرقو ملكو عند نبي أمي وطعبت زمن درسول ما نمي الله كبت نبيات صلى الله عليه وسلم رسول ملكو واتبع ملة إبراهيم حنيفا كتتنيوني إبراهيم من قد تكتل إلى القرآن لله ለነቢያችን صلى الله عليه وسلم የኢብራሂም መንገድ ይዞ ሚላክ አንድ ሰው አለ አረብ ሀገር ውስጥ ثم يهاجروا ይሰው ملكቱ ሁለተኛው ملكቱ ምንድነው ثم يهاجروا من ارضه الى ارض ذات نخل بين حرتين ወደ የተምር ዛፍ ወደ በዛበት ሀገር መካ ለቆ ሀገሩ ለቆ ወደ መዲና ይሰደዳል። ይቺ ሀገር ደግሞ ملكቷ የተምር ዛፍ የበዛባት ሀገር ናት። بين حرتين حرتين مالت تقور مدينة نستوال اندون يثريبن كدارنا دارا تقوها قور يترارا كمر دنگاوش عاللوبات كولتو تقوها قور كمر تراراوش دنگاوش معاكل بتمرو لتمول الله شاقر ملاك نبي الله يلكال كشالك ولهو علو يسو علامات لا تخفى قلسي هونو ملكتو شاللوك يا نبينة ملكتو فهو يأكل الهدية هدية كسته تكبله بلال ولا يأكل الصدقة صدقة كن أمت تبتسته صدقة نايك أي بلام مالو وبين كتفيه ليلا دم ملكته كتكشاوتشو مككل خاتم النبوة يا نبي النت ما هتم تدرقبتل الله أكبر فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد ففعل قد الدنيا لي على تسفى تموطل ودع عرب عقر هدى ينسو ما قيت انها زا عقر دا متأبك متشل كون عدر قنجي الدنيا لي لا سوي كره إلا مال. سلمان رضي الله عنه من إلال ثم وافاه الأجل يسو مجلي موت يتعلق عالم يتعلق باباس فما كست بعده بعمورية عمورية عقر لي زاتش عقر لتوسن زمانات تكمتكم إلى أن مر بها نفر من تجار العربي من قبيلتي كلب كلب متبالو يا عربيان مريت اكبابي غزات است قالچ اگر لي يميهدو نغاديوچ بزاچ عموري اگر لي سيالفو ايواچو الله انغدي بروغرام ياوطالت نو رسول قال ياغنايو لك انسو ساغنياچو فقلت لهم بيالكواچو ان حملتموني معكم الى ارض العرب اعطيتكم بقرات هذه وغنيمتي ودا عربا غير يوسداچون يدون اجي وسط يالون يهنقول سويو كموت بهالا يفرراچو انتنوچ لاموش كبتوچ اندي نبرو سويو سلمان انزيين ساتاچوالو اندالو سدوت حساب التاي اتتايكو اندالو يهنو سدو بتشا عربا غير وسط وسداچو طالونيال انزييم سوچ سيايو تلك فيان يتكفلاچو قالوا نعم نحملك ادا زينن ادال فاعطيتهم اياها ستواچو نزان وحملوني معكم حتى اذا بلغنا وادي القرى ارى لك مدينه الناشا مستمتجين ود مدينه قرب يالچ عربا غرس وادي القرى متبال كتمالچ كذا سندرسكن على غدروا بي وباعوني لرجل من اليهود اذا سندرس كادوني لان لاند يهودا شطوني لان باري عندهم بارياچن نو بلو شطوني لان سلمان እንዴት እንደሚገላት ታዩት ባሪ ያድርገው ሸጡኝ የሱ ኸዳም ሆኜ ለአመታት ተቀመጥኩ ይላል። ከዛም ከሱ ቤት ተቀምጨ ያለ እቺ ዋዱል ቁራ የምትባል ወደ መዲና ጠጋ ብትልም በደንብ ወደ መዲና ግን ወደ ውስጥ አይደለችም ዳር ናት። ከሻምና ከመዲና ማከን ግን ወደ መዲና ጠጋ ምትል ከተማ ናት አረብ ሀገር ክልሎች ውስጥ ብትሆንም። ከዛ የትሪብ ውስጥ መዲና ውስጥ አንድ አጎት ነበረዋል ይዘው ያጎቱ ልጅ ነበር እሱ ሊዘይረው መጣና እኔን ስሰራ ጠንክሬ ስራሳይ ይሄን ባሪያ ሽጥልኛል። ይህ ትልቅ የተከበረ ያፍታም ልጅ ነው ባሪያውን እየተሸጠ ያለ። ከዛ ማጎትየው ሙሰደው አለው ገዛኝና ወደ ምና መጣኝ ወደ የثريب ይዞ ይመጣል። ወነከለኒ معه الى يثريب ወደ يثريب ወደ መዲና ነብዩ ወደ ሚሰደዱባት ሀገር ይዞ ይመጣል። فرأيت النخل الذي ذكره صاحبي بعمورية يعني تلاقوا باباس يا وصلين يبتمر يتمولا شونا قرأيوات لبي باسي يتمولا
በጣም ደስ አለኝ። ምን ነብዩ ወደሚሰደዱባት ሀገር ቅርቦን ኩዬ ደስታ ከላይ ላይ እንትን ማለት ጀመረ፣ መንጸባረቅ ጀመረ ይላል። ከዛም ያኔ ይላል ነብዩ ግን ያኔ ነኝ መዲና ውስጥ በኑ ቁረይዛ የሁዶች ክልል ላይ የሱ አገልጋይ ሆኜ ተሽጬ በተቀመጥኩበት ወቅት ነብዩ ግን ያኔ መካ ውስጥ ነብዩ ነው ተልከው ህዝቡን ዳዕዋ ያደረጉ ነበር። እኔ ግን በጣም በስራ ቢዚ ስለሚያደርጉኝ ወሬ መስማት አልቻልኩም፣ የደረሰ ኢንፎርሜሽን አልነበረም። ከዛም በኋላ ይላል አንድ ቀን ታሪኩን ሲናገር አንዴ ተምር ዛፍ ላይ ወጥቼ ለአሳዳሪ እየሰራው እያለ አጎቱ መጣ አለ ወደሱ። ያው በኑ ቁረይዛ ያው መዲና ውስጥ ያለች ሰፈር ናት፣ መንደር ናት። ከዛ ተቆጦ መጣና ምን አለ ቃተለላሁ አውስ ወል ኸዝረጅ፣ አውስንና ኸዝረጅን አላህ እንዲሁ ያጥፋቸው። ይሄውል ቁባ በሚባለው ቦታ ከ የተሰብስበው ከመካ አካባቢ ነብይ ነኝ ብሎ የመጣ አለ ከሱ ጋር ተሰብስበውልሃል፣ እሱን ተቀብለውታል ሲል እኔ ተምሩ ዛፍ ላይ ሁኜ ይህን ዜና ሰማው ይላል ሰልማን። የሰማሁት ማመን አልቻልኩም። ልክ ወባ በሽታ እንዳያዝግ ተርገፈገፍኩና ታች ወረድኩ ይላል። ከታች ካሳዳራ የሌለ ወድቅበት ምንም አልቀረኝ። ከዛ ተንደርድር ሄድኩና ምን አልኩት ማዛ ተቁል ምንድን ነው የምትለው? አይድ አልየ ልከበር እስኪ ወሬው እንድገምልኝ አልኩት። ልክ እንዲህ ሲል ሲያይ አሳዳሬ فغضب سيدي ولكمني لكمه شديده كبار طف ያቃጠለኛል። ደሞ አንተ ምን አገባ ባሪያ ስራና ተሰራ ነብይ ቢመጣ ባይመጣ አንተ ምንድን ነው ብሎ መጣኝ። እኔም ደሞ አፌን ያስኩና አይ እንዲ ወሬውን ልሰማ ብዬ ነው ብዬ ተውኩታል። ከዛም በበነጋው ጧቱ ላይ የሰራዋትን ትንሽ ተምር ያስኩና ወደ ነብይ ወዳሉበት ወደ ቁባ አካባቢ ሩጫዬን ጀመርኩ ይላል ሰልማን። አሁን ከአረብ ሀገር ወደ ምን ሄደ? ወደ የትሪብ ወደ መዲና። አሁን ከመዲና ወደ ውስጥ ወደ ቁባ ወደ ነብዩ እየመጣ ነው፣ ወደ ስድስተኛ ስደቱ ማለት ነው። ከዛም መዲና ውስጥ ቁባ አካይ እንደደረስኩ ለወደ ነብዩና ወደ ሰሃቦች ተቀምጦ አየዋቸው። መጣውና ምን አልኩት ኢነሁ قد بلغني انك رجل صالح አንተ ደግሰው እንደወንክ ዜና ደርሶኛል፣ ወሬ ደርሶኛል። እነዚህ ባልደረቦች ደግሞ ከጉዞ ነው የመጣችሁ እንደራባችሁ እንደደከማችሁ አቀለው። እቺ ደግሞ በእጄ አስኩት وهذا شيء كان عندي للصدقه فرأيتكم احق به من غيركم እናንተ ደግሞ ይሄን ይዤው ነው የመጣሁት ሰደቃ ሀዲያ ልሰጣችሁ ሰደቃው ለእናንተ የተሻላችሁ ናችሁና እንኩ ብሉ ብዬ ለነብዩ አቀረብኩለት አለ። ሊፈትነው ነው እንግዲህ። ምነው ምልክት አለው ተብሎ አለ ነብዩ። ምልክቱም ነው فهو ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه ተብሎ አሁን ሰደቃ መጣና እቃውን ቀረብስ አድርገው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትክ ብለው አዩና ወደ ሰሃቦቹ ሸተት አድርገው አስጠግተው ኩሉ ብሉ وامسك يده فلم ياكل ነብዩ እጃቸውን ይዘው ለሰሃቦቹ ብሉ ብለው ሰደቃ ነው አይበሉ ምሳቸው ዝም አሉ። ከዛ فقلت في نفسي هذه واحده ይሄ ያን ጳጳስ የነገረኝ የመጀመሪያውን ምልክት ናት አልኩ። በጣም ደስ አለኝ አለ። አሁን ሀዲዬ ይቀበላል አይቀበልም ለማወቅ ከዛም በበነጋው ጧት እጄ ተንቀሳቀስኩን የሆነ ብር ትንሽ ሰራራውና በሳንቲም ተምር ገዝቼ መጣሁና ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አልኳቸው ኢኒ ረአይቱከ ላ ተአኩሉ ሰደቃ አንተ ሰደቃ እንደማትበላ አስተውየሃለሁ ወሃዚሂ ሀዲየቱን አክረምቱከ ቢሃ ፈተቀበል ሚኒ ይህም ሀዲያ ነው እሺ ሰደቃ ካልፈልግ እንካ ታዲያ ሀዲያ ውሰደው ሀዲያ ነው ተቀበለኝ አልኩት። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጃቸውን ዘርግተው በሉና ለሰሓቦች ብሉ አሏቸው። ሰልማን ተገረመ። ከዛም ዞር ብዬ ሄድኩና ፈቁልቱ ፊ ነፍሲ ሀዚሂ ሳኒያ ይቺ ሁለተኛ ምልክት ነው ያን ጓደኛ የነገረኛል። አሁን አንዲት ምልክት ቀረችው ሰልማን ምንድናት? እሷ ኻተሙ ኑቡዋ የነብይነት ማህተማቸው ተመልክ። ሰልማን ምን ይላል? ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع عندي النبي صلى الله عليه وسلم بقيع ላይ يعني ሰሃቦች 10 ሺህ ሰሃቦች አሁን የተቀበሩበት ቦታ ላይ ከዛ ላይ አንድ ሰሃባ ሙተው ሊቀብሩ ሰሃቦች እና ለተሰብስበዋል እሳቸውም ደፍነውት ቁጭ ብለው ይያለ መጣውና فسلمت عليه السلام عليكم በየዘየርኳቸውና ከዛም በኋላቸው ዞርኳል። ዙሪ ከለበሱት ልብስስ ስለነበር የነብይነት ማህተሙ ይታየኝ ይሁን ቢ ከኋላ ሳስተውል ነብዩ አዩኝና ፍላጎቴን ተረዳዋል። ከዛም ከጀርባቸው ላይ ነበረው ተከሻቸው ላይ ነበረው የሚለብሱትን ፎጣ ሳብ አደረኩት ከጀርባቸው ላይ ፈራአይቱ ኻተመ ነብዋ የነብይነት ማህተማቸውን አየሁት። ፈራአይቱ ኻተመ ኢላል ሰልማን
فعرفته عوقت لك يا غادني عندنا غرينو فانكببت عليه اقبله وابكي يا لكسك مسام جمرك يا ان ما هتماچو حق عينه لا يتجلس كله متبالو ملكت درسل بتام مالكس جمرك كذا النبي صلى الله عليه وسلم تجرمنا اندي غوتو فيت لفيت امتونا فقال ما خبرك لماذا تبكي من دون متالكس لغرنيالو النبي صلى الله عليه وسلم اساچون لماغيت حقم فلغا يوسدبنين امتات يدكمكوت اندكام تچي متطوتن اجر كل نغر نغركواچو نبياچين صلى الله عليه وسلم بتام لباچو تنايك بلنغرا اصحابوچ لسبسباچو نغراچوالو كل سبسبولي اند اديس تاريخو نغركاچو نغركواچو يلال اصحابوچم لباچو بتام تنكا وسروا بها اعظم السرور لباچو بتام تنكا اني مين نسو دستاچو بتام جمره اني كذا بهالا ينسو غادنيا صحابه بالدرباخني هيوتين كنسو غا غفاو يلال سلمان يهيوتون منشا سيناجر نو رضي الله عن سلمان سلمان رضي الله عنه قدي بزي ملكو نبر يا سلمنا غزو يهني مسلال نبياچنم صلى الله عليه وسلم كسلم بلو زم على لوتم سلمان على التاريخاتون نغرو سيجرسلاچو كاتب سيدك بلنغدا يانتن اساداريهن انتن يقطر يغزهن سو طلهو ششتهون يمتا من مسلمنا متقبلم سلازي كذا سو غا تصاصفنا عفوتا طيقو ويم برون كفلنا انتن يغزابتن نصا وطالوت نبياچن صلى الله عليه وسلم سلمانم كتلايا اقطاچا بروچن اسباسبو ከአለበት የባርነት ቀንበር ንጻ ሊወጣቻለ ማለት ነው ሰልማን ምንም በባርነት ቀንበር ውስጥ ተቀምጦ ኡሁድና የበድር ጦርነት ቢያልፈው አላህ Subhanahu Ta'ala ግን ትልቅ እድል አስቀምጦለት ነበር علماء من يلالو اذا كان سلمان رضي الله عنه قد غاب عن بدر واحد سلمان منم كبدرنا كاحد بركم فقد ادخر الله له دورا رائدا في يوم خندق الله جن خندق لم يبالو تلكو زمچا لمسلمش تلك استواصو يدرك زند يهن تلك الدل اسكمطولت نبر يلالو خندق لي من تكسته في السنة الخامسة للهجرة بأمستنيو نبيك مكة ودى مدينة كتسددوبت كأمستامت بوهلا إذ خرج نفر من زعماء اليهود قاسدين المكة يهود مسافنتوش بنو قريزة وستميكا متوت يهود مسافنتوش مدينة بنبي صلى الله عليه وسلم استداد السر يعلوت النزي مسافنتوش ودى مكة هدو ودى قريش من دون علاماتكم محذبين الاحزاب على الرسول والمسلمين بنبي صلى الله عليه وسلم لنا بمسلموش لي حيلنا الدراشتو عندنا لمشرشا غزي سلمنا لمطفات وسنوا يردات اطري لمطيق الناس سوش تنكساكسو متعاهدين معهم على ان يعاونكم في حرب حاسمه تستاصل شافه هذا الدين الجديد يهن اديسون ياقطقط يالون دين الاسلام امنت كسرو كسر نقل طفات لمطفات ኃይል ለማሰባሰብ ነበር የተንቀሳቀሱት እንዳሉትም ከተለያየ አቅጣጫ ሙስሊሙን አንድ ጭብጥ አድርገው ለመጨፍለቅ የሚያስቡ ጠላቶችን አሰባሰቡ አላማቸው ምንድነው እናንተ ከውጭ ታጠቃላችሁ ከውጭ ገጦፋኖችና ቁረይሾች ከባቹ ከውጭ ታጠቃላችሁ እኛ ከውስጥ በነቁረይዛዎች ሙስሊሞችን አጠቃለን ማhall አድርገን እንደወፍጮ እንዳምጣቸዋለና በዚህ ወሰነው ተንቀሳቀሱ مؤرخوش من الهلو يسراو توزات 24,000 مقاتل هيا أرادتش يسراو التنكس هكس ودي مدينة عندي مسلم لما تفات بقيادة أبي سفيان كقرش بكل يالوتن أبو سفيان كغطفان بكل يالوتن وعينة ابن حسن مبالون سو مريا درقو يكبال سراو التنكس هكس أسفرين كبال مسلم وچاني كتراتشو الجيغانا سانبار الله سبحانه وتعالى إيهن كستت بالقرآن يقل سؤال ديت كبار دنبر جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم طلعتو تشاتشم كبلايم كبتاتشم بكبواتشو كزي وإزاغة الأبصار أينوش بك أبزو بتقتل على الله وبلغت القلوب الحناجر لبوش بدن القاتي قرور لي بدرسو بتقت وتظنون بالله الظنونة በአላህ ላይ ትርጣሬን በጠረጠራችሁበት ወቅት ረድቻችኋለሁ ብሎ ክስተቱን አስፈሪነቱን አላህ ገለጸ በል ምስክሩን ሰጣ አላህ Subhanahu Ta'ala ምን አለ ሆናሊካ
يعني ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا مؤمنوش كبادا مفتن تفتنوا كبادون منكت كتم ترقف قفو تنكتكتو إلى كباد فتنة نبا كوجي كلاين بريك بواجو أحزاب الله مقراف ستو تالذي كستت مقراف ستو للنزي شفروش سلمنا اللمات فاتي يمتوت سورة الأحزاب ميلو لله قرآن اللي بن ملكته أنا يعني مردت شاشو أهلو بلو كستتون قلنس أسفر نبر نبيهم صلى الله عليه وسلم يهي كباد سراويت وده مدينة يتنكس حق سندون سياكو فجمع الرسول أصحابه ليشاورهم في الأمر نبيه صلى الله عليه وسلم صحابه سبسبه انديت النادر قارواتشو نبينا يوحيمت علي اللو السنة للم شو رادر وشاوركم في الأمر تعزوال أما كراتشو من من وحي بمت علهم ليدينو تساعدها في اللون تستمراتشو أما كراتشو سبسبونا أما كرو وطبعا أجمعوا على الدفاع والقتال مقادل لا لباتشو مكلاك لا لباتشو والسنو ولكن كيف الدفاع ينكبار طور لتمكلاك للشلال وهناك تقدم سلمان سيدنا سلمان رضي الله عنه ينقدي مفتي لست قوما فقال يا رسول الله أني أند عربوش ما تاكوت سلتا لين علاج عربت أو أيتو تماك إنيا فارسا قرست إيالن ألات سيمت عمنا درقو مشيقن كفرا لن سفي قرقوات يا مشاقر اللي شلوها درقان إنا قدات شوالن بزيما لكو مدينة بتارا روش يتكبري سلونج كفت كفتون بوتا بقرقوات نتارونا ما هلفاي شول بزيما ملسن شلالنا نبيهاتش صلى الله عليه وسلم بحساب وتقربونا وسنو وكهيس نكار كفرا وتجمرا مسلم تساتف حتى النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا كوا عبروا تساتفوا إلى الصحابوش عفر يبول للباتش عبروا الشكة منبر نبينا يبلو قد جلالو صحابوش بتنكاري مسرات جمعو عندي نبي صلى الله عليه وسلم طوات سيوتو دكمو بتام صحيو أدكمواتشو تملكتنا ودع الله اندي سيلو ترعي درقو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة اللهوي كآخرة هيوتوش ليلو هيوتا يبال ميتا فينو أباك أنصارنا مهاجروتشن رداتها اللقساتشو نصر دلو فكاتشوالو إنسي سموم صحابوش نبيون عايزو هلن كقوننا الليلو منالو نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بكين أبدا ألو ኛኮነን አሉ ሰሃቦች ባንድ ላይ ኛኮነን መሐመድ ነብዩ መሐመድን ቃል የተግባባ ነው በምን ላይ ነው ቃል የገቡት አለል ጂሃዲ ማ በኪን አበዳ በጂሃድ ላይ አብረነው ስከት ፍጻሜያችን ልንቆይ ቃል ገብተናል አሉ ነብዩ በጣም ደስ አላቸው ከዛም ነብዩ ሌላ ግጥም ያመጡ መግጥም ጀመሩ اللهم لولا انت مهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا الله وي انت باثنورك بالتمران بالسجدن بالصدقه بالستن نبر فأنزل السكينة علينا باك يعني سكينة مرقاقات أزنب لن أورد لن وثبت الأقدام إلا قينا تلاتو تشاكين بتقلان ينبت قزي سنات اللقسن قالوا إن العلا قالوا ليلة قتم نبي سكت إن العلا قد بغوا علينا وإن أرادوا الفتنة أبينا نزيكو بيت زمنو تشاكين إن يالي دنبرا اللفو قد بغوا علينا وإن أرادوا الفتنة وده كف وده شرك دنما لصفتنا بيأسبوا بنم عبينا انبيعلنا تشوزيلو صحابوش عبينا مينون يمتش الرشعون أبيات بويمون يتكبر عبينا عبينا يالو يازيمو نبر سراون يأكلات في سرطي نبر سلمان تاتاري سراتن يا نبر وزي كستبست بتام تقتو كم سراتو يتنسى صحابوش نجري سلمان يمتاو أو يهونو إيران فارس عقرن يمتاو سلمان صحابوچ ينتنكاري سراون سيايو مهاجروچ አሉ ከመካ ወደ መዲና የተሰደዱ ደሞ صحابوچን ተቀበሉ ያስተናገዱ አንሳሮች አሉ ይማል ያንዳቸው ሊያርጉት ፈለጉና አንሳሮች ምን አሉ ሰልማኑ ሚና ሰልማን የኛ ነው አሉ በጣም ጠንካራ ሰራተኛ ነበር مهاجሮች ደሞ قالوا بل سلمان منا እንዲ ሰልማን የኛ ነው አሉ مهاجሮች ደሞ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ማhall ገቡና ዳኝነት ሰጡ سلمان منا آل بيت سلمان كنيا نو يني يبيتي سبي كفل نو الله أكبر ينبي يبيتي سبي كفل نو نبي صلى الله عليه وسلم اندي سيلو نبر زالي يسل سلمان مورا لي ستوت سلمان بتعمل ميقرمو بكفارو لي يالو
ትልቅ ድንጋ ገጥሟቸው ነበር ያ ድንጋ ሲመታ ኑር ብርሃን ይወጣ አላህ ብዙ የገይብ ምስጥሮችን አሽልኮ ነበር ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳውቋቸው ነበር ይዛ ያን ድንጋ ያገኘውና ያ ምስጥር ከጎኑ ነው የሰማው ሰው ቢኖር ሰልማን ነው ሰሃቦች ኩፋራ ላይ ያሉ ትልቅ አለት ድንጋ አጋጠማቸው ኸንደቅ ኩፋራ ላይ ያሉ سلمان وذهب سلمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاذنه في ان يغير مجرى الحف يكفرون اقطاج ان يغيروا يتلك دنگا قالت ما لف عالشان ليلاتشو هدا نبياتشو صلى الله عليه وسلم نا سلمان بوتاون اساين يالوت متونا تلك مدوشا تقبلوا بزي بتبارك اجاتشو يازونا الله اكبر بلو فهوى به للصخره ود تلك قواط دنگا وردوبت نبي صلى الله عليه وسلم كولت تسنتك كذا ما هل الى سلمان كغن نبر نور وطى الى تلك برهان تزبار قوطا يا دنگا سيمتا مدينه چاف اسك چاف مولتو تا ياي نبر الى سلمان لك نبيو ان سيمتوت الله اكبر الله يتلاق اي هنالو اوطيت مفاتيح الفارس يفارسوچن مكفچا قلف تقبلك ولقد اضاء لي منها مدائن كسرى وان امتي ظاهره عليها انيكو يا مدائن كسرى يا كسران اغروچ بيت منغستوش تقبلكو امتوچم ياچن بوتا شنفو يقطاطراتالا ايه دنگا كولت سنتقال ሁለተኛ ያነሱنا نبي صلى الله عليه وسلم سيمتوت دققال مولو لمولو አልተ ቦታውን ግን አለቀቀም ልክ ያንኔ ብርሃን ተስፈንጥሮጣ ኑር ወጣ ሰልማን ይሄን ብርሃን አይነበር ይላል ከዛ ነብዩ ምናሉ አላሁ አክበር اعطيت مفاتيح الروم የሩሞች መክፈቻ ቁልፍ እኮ ተቀበልኩ ወለቀደ اضاء لي منها قصورها الحمراء የሩሞች ቀዩ ቤተ መንግስ መናገሻ እየታየኝ ነው አሉ وان امتي ظاهره عليها የኔም উম্মቶች ለውደፊት አሸንፉ ያችን ቦታ ይቆጣጥሯታል አሉ ሶስተኛም ነብዩ አነሱ ይከባ ድንጋ ነው ሰሃባ ወላ ቢለፋ ሊሰብሩ ያልቻለ ከባ ድንጋ ነው አነሱና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን በጣም ሲመቱት فالكت الصخره سلامها واستسلامها ድቅ ቃል የትልቅ ድንጋ ግን ከባድ ብርሃን ወጣ ሰውስ ልክ ያኔ ሲወጣ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ኢላሃ ኢላላህ ሰሃባው ማብሮ ላ ኢላሃ ኢላላህ ኢላል وانباهم انه يبصر الان قصور سوريا የሶሪያን ቤተ መንግስት እንደማይ ወሰንዓ የየመኖችን ግዛት ቤተ መንግስት እንደማይ ወሲዋሃ ሚን መዳኢን አልአርድ የመሬትን የተለያዩ ግዛቶች ለወደፊት ሙእሚኖች የሚቆጣጠሩት ግዛትን አላህ በዛማ ከኝት እንዳሳያቸው ተናገሩ ሙእሚኖች ሙሃጅርና አንሳሮች የነብዩ ቃል እውነት መሆኑን ስለሚያቁ ምን አሉ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ይህ አላህና መልእክተኛው ይገባልን ቃል ነው برغيت الله ان ملكتني اونتن تناغرو اونتن نوا لك اندالوتم كذا بالا تفصمه كله انك ستتملكتوت ايماناچو انغري طلقت تملكت يعني موچا مغبيا بللاچو وقت لي غدغواد قفرو كطلات لمامرت بميطربت دكامانتاچو وس نبي صلى الله عليه وسلم لك يا هونو امريكا انا انغريز اندمالت نو تلالك غزاتوچ الله مكفچا قلف زتي سيلو صحابوش من يلالو وصدق الله ورسول الله ان ملكتني اونت تناغرو ይህ የነሱ ቃል ኪዳን ነው ተፈጻሚ ነው ኢማን ማለት ይሄ ነው በአስቸጋሪ ውስጥ አላህን ማስተዋወሰ ትክክለኛ ኢማን ማለት ይሄ ነው ያኔም ቁረይሽ ያን ሁላ ሰራውት 24000 ጦር ይዘው መዲናን ከበዋት ሲመጡ ፈፉጂኡ ድንገተኛ ክስተት ገጠማቸው አረቦች አይተውት የማያውቁት የጉድጓድ ቁፋሮ የምሽግ ቁፋሮ አየው በፈረስ እንዳይሻገሩት የማይመች ነው فمكثوا شهرا ورتقمطوا دنكواناتهم الزابوت اطلوا لا يستطيعون دخول المدينه مدينه من مغبات التسكالاتهم حتى ارسل الله بيطبقوا ورتقمطوا التسكا ما شرش الله سبحانه وتعالى المؤمنين اللي رادا فلقا حتى ارسل الله عليهم الريح التي زلزلت منهم القلوب وخلعت الافئده لبوتشاتهم يربتبته دنكواناتهم يغنططل الله كباد نفاس لك قريشوش በጣም ደነገጡ ቁረሹ ጋር የተሰለፈው ሰራዊት አብሮ ደነገጠ እንዳለ ተበተኑ ተመለሱ ይላል فقفلوا راجعين وقد باءوا بالخسران والبور كسروا كما في سنن ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم سنن ابن ماجه اللي بتزجبوا حديث لي نبياتهم من يلالو امرني ربي يلالو الله ይገርመኝ ሐዲስ ነው አመረኒ ረቢ بحب اربعه ጌታዬኩ አራት ሰሃቦችን እንድወድ አዘኛል واخبرني انه سبحانه يحبهم
እሱ ምን እንደሚወዳቸው ነግሮኝ ውደዳቸው አንተ መሐመድ ብሎኛል። ንማን ይሁን አላህ ወዷቸው መሐመድ ውደዳቸው ያላቸው ሰሃባ አራት ተጠቀሱ። ከነዚህ ውስጥ ማንም በግንባር ቀደም ተጠቀሱ ሰልማን ረዲየላሁ ዐንሁ ያላህ ይወደው ነበር። ለሱን ፍለጋ እሱ የሱን ዲን ፍለጋ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍለጋ አገር ቅንጦትን ጥሎ ሲሰደድ 6 አገር ሲሰደድ አላህ ወዶት ነበር። ወድጄዋለሁ ውደድልኝ ካለኝ አራት ሰሃቦች ውስጥ አንዱና ግንባር ቀደሙ ሰልማን ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰልማን ለምን ይሄን ውዴታ ያገኘው? وهو سابق ቀዳሚ ስለነበር كما في معجب الطبراني الكبير طبراني الكبير اللي بتزجبه من حديث أنس بزي حديث لي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيه من إلى اللو السابق أربعة كدامي وج وده خير وده سلمنا كدامي وج أردتنا تشوي إلى اللو أنا سابق العرب أني عرب وچني كدام كنين إلى اللو نبي صلى الله عليه وسلم وصحيب سابق الروم صحيب دم روم وچني كدام السنو وسلمان سابق الفارس سلمان دمو ፋርሶችን ቀድሞ የመጣ ሰው ነው። ወቢላል ሳቢቁል ሐበሻ ቢላል ደሞ ከኛው አርደል ሐበሻ ቀዳሚው ቢላል ነው። ከነሱስ ማንን ተከሱ? ወሰልማኑ ሳቢቁል ፋርስ ቀድሞ የገባ ታላቅ ሰሃባ ነው ይሉታል። ይህም ደረጃው ምን አስጥቶታል? وهو مبشر بالجنة الله اكبر الدنيا ላይ ያለ የጀነት ነው የተባለ ታላቅ ሰሃባ ነው ሰልማን። بل الى فوق هذا الجنه تشتاق اليه جنه ود سلمان تنافقالج نبياتنا صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان حديثاتنا من يلالو ان الجنه تشتاق الى ثلاثه جنه كني من الصحابه جس ود سس بتام تنافقالج اني انتن انا نراهم جنه من ينافقوا اللهم ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه من بالدنيا حسنه خير نغرس باخر اس حسنا مندنا جنتنا مالتكم انج اندي يال من لمنات منافقاتن جنتن اسوا جم متنافقاتو ثلاث سوتش الله كنس وسط ما ننتكسو سلمان رضي الله عنه جنتنا فقوالج اخرجه الترمذي وقال حسن غريب الله اكبر سلمان رضي الله عنه من اي درجه ينبروا سلمان كان سلمان غزير العلم تلك اوقات نبر رسول سلمان وكان من افضل الصحابه علما كصحابه تلك علم ينبروا تلك صحابه من سلمان رضي الله عنه سيدنا علي سلسو تطيقوا سل تلك علم سل سفي فكره وعملك كتو تطيقوا سيدنا علي منالو فقال ذاك امرؤ منا والينا اهل البيت سلمانكو ينيا نو يا سو የከኛ ከነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤተሰብ ውስጥ አንዱ እኮ ነው። ዓሊማ ዒልመ አልአወል ወዒልመ አልአኺር የመጀመሪያውን ዕውቀት የመጨረሻውን ያወቀ ነው። ወቀራአ ኪታብ አልአወል ወቀራአ ኪታብ አልአኺር የመጀመሪያዎችን ኪታብ እነ ተውራት እነ ኢንጂል በነቢ ኢሳ በሙሳ የተወረደ ያወቀ ወድ በነቢዩም የተወረደለትን ኪታብ ያወቀ ጥልቅ ዒልም ያለው ሰው ነበር። ወካነ ባህረን ላ ዩንዘፍ ዲካው ማይደረስበት ማይነጥፍ ጥልቅ ባህር ነው ብሎ ነበር ሰይድና ዓሊ سيدنا علي رضي الله عنه كزيه ما الفو سيدنا علي سلمان لقمان الحكيم بلو يسيمه لقمان الحكيم الله سبحانه وتعالى سأل لقمان قرآن لي تكسوال ولقد أتينا لقمان الحكمة نعلى لقمان حكمان تبب ستن ونبر إلان يا نبي صلى الله عليه وسلم لقمان الحكيم سلمان نوين نبر سيدنا علي رضي الله عنه تلق مفكر نبر سلمان تلك تلك علم ينبراته سو نبرو يهم تلك علماته كزي كستفلي انصباركال يا نبي مسكر زيغا سيازدقو نعلن عندي ابو الدرداء تلك زاهد صحابه كسو بيت يادرالو سلمان رضي الله عنه كسو جاي توسنا سامن سيقيو ابو الدرداء ليليت سيسجد يادرال كنصو ما يولال بتام تغرمونا سلمان رضي الله عنه منالوت انت هوي صومهن قنسو صلاتهنم قنسو قالوت عندي اتمنعني ان اصلي لربي واصوم لقيتاي كما صوم لقيتاي قومي كما در تكلكلني الله اندي دمو سيلو قال اهو كلكله منو لا عين حق الله لبيت سبوج حق الله لغربيت حق الله لنفس حق الله لا اللهم حق الله لهو حقكم ستال
ዝም ብሎ ዒባዳ ብቻ አይደለም። ለእያንዳንዱ ቤተሰብን የምትሰጠዋል፣ ለዳዕዋ አለ፣ ለኑሮህ ለስራ የምትሰጠዋል። ለእያንዳንዱ ኢስላም ውስጥ ሐቅ ሐቅ አለው። ዝም ብለ አቢዱነ መጋረጃ ውስጥ አትውጣ ሚል ዲን አይደለም። ይሄን ሲለው ይሄን አባባል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሙና በጣም ተገረሙ። ምን አሉ? ለቀድ ኡሽቢዐ ሰልማኑ ዒልመን፣ ሰልማን ዒልም ተጠግቧል፣ ጠግቧል አሉ። እንዴት አይነት ጥልቅ ግንዛቤ ነው ያለው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰልማን ታላቅ ዓሊም ሰሓባ ነበር። ይህን ዒልምም ደግሞ ያካበተው ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ለየት ያለ ጊዜ እየሰጡ ያስተምሩ ስለነበር ነው። ወአን ዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ቃለት፣ እናታችን ዓኢሻ ምን ትላለች? ካነ ሊሰልማን መጅሊሱን፣ ለሰልማን የሚቀማመጥበት ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ነበረው። ሚን ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የንፈሪዱ ቢሂ ቢለይል፣ ሌሊት ላይ ነቢዩ ከሌላ ሰሓባ ለይቶ ቁጭ አድርጎ ያስተምሩት ነበር። يحلم فكر رسول نبر رسول ما يتطط نبر حتى كاد يغلبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبي يوليس كاشن فندرس بك حقا تشنو السدو انه لليت كان داتشن قانا ميادرو سلمان قاقم بطام يا مشوب النبر تلالج كزي علم السدى يهم علمو اندي كبر عد الرجو سلمان حتى نبياتش صلى الله عليه وسلم وداخرة كهدو بحلا صلاة يورد اتشنو نبياتش صلى الله عليه وسلم صلاة ما ورد اللبن ان شاء الله. الصلاة والسلام عليك نبياتنا مد أخرى كهدو بحلا صلى الله عليه وآله وسلم بساتشو سريت تكوت خلفاء وشمريوش لسلمان تلك قمتنا كبرنا براتشو سيدنا عمر يا أمير المؤمنين يا مؤمنان مريخونو ያለምን አንድ ሶስተኛ ባስተዳደሩበት ወቅት ውስጥ ሰልማንን ሌላ ቦታ ላይ አሚር አድርገውት ነበር፣ መዳኢን አካባቢ፣ ያሁኗ ኢራን አካባቢ። ያኔ ሰልማን መዲና ሊዘይራቸው ሰይድና ዑመር ዋናው መናገሻው ቦታ መዲና ያኔ ነበር። ሊዘይራቸው ሲመጣ ሰይድና ዑመር ይላሉ ሙአሪኾች፣ ለማንም ሰርተውት ማያውቁት ነገር ሰልማን ነው የሰሩ። ምን አሉ? ትላልቅ ሰሃቦችን ሰበሰቡና ምን አሉ? ሀየ ቢና ነኽሩጁ ሊስትቅባል ሰልማን ሰልማንን ለመቀበል ኑንውጣሉ። ወኸረጁ ብህም ሊስትቅባልህ እንደ መሻሪፍ ልመዲነት፣ ወጡና መዲና ደንበሮች አካይ ወጥተው ሰልማንን እንኳን ደና መጣ ትልቅ ቦታ ይሰጠው ነበር። ዕልሙ ዙህዱ ትልቅ ደረጃ እንዲሰጥ አድርጎት ነበር ለሰልማን። የሰልማንን ዙህድ ለዱንያ ዲኮሬሽን ቦታ አለመኖሩን ብናይ በጣም እንገረማለን። ሰልማን መዳኢን የምትባለው ኢራን አካባቢ ያልኳችሁ ቦታ መሪ ሆኖ ተደርገው ይያለ። ወካና اذا خرج عطاءه امضاه وياكل من يده للمؤرخ ደሞዙ ሲወጣለት የብዙ ሺህ ህዝብ አስተዳዳሪ ነው። ያን እንደ ፕሬዝዳንት የሚከፈለው ብር አለ። ያ ብር ሲሰጠው ለሰደቃ ነበር የሚበትነው። እሱስ ምን ይበላል? ሰርቶ ከጁ ስራ ነበር የሚበላው ረዲየላሁ ዐን። ሌላ ስራ ይሰራና የጅ ስራ ያን ሽጦ ነበር የሚተዳደር። سعد بن ابي وقاص بلفوا تاريخاتهم ياينو تالاكو صحابه سعد اساتشو سلمان رضي الله عنه تامو يال لي تيقوت جبو سلمان مالقس جمر يعني متفاف لي اكي يال تامو يال قال له سعد سعد منالوت ما يبكيك يا ابا عبد الله انت عبد الله اباتوي عبد الله ميبال لي جالاتشو انت عبد الله اطررني لو وندم كستر يا ابا عبد الله احتراماتشو نزي قام الردات انشلا لن يا أبا عبد الله ما يبكيك من دن أمي أسلكسه لقد توفي رسول الله وهو عنك راض نبياتشنك صلى الله عليه وسلم كانت يوددو سيونون ودى آخر يهدود من أسفرتو طالق صلى الله عليه وسلم سلمان رضي الله عنه من على والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا أنيكم مالك سو يدنيا فكرين لنتلاتو نيقابوتش ويمكمو تفرتش على اللمة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا نبي يغن سيموتو ياسقبون قال كده النبر نبيات من بلون نبر ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكبي منو نبيات صلى الله عليه وسلم يعندهاتشوه يأدوني سنكاتشوه لك سفر لين دميوتا يعند من قدن ياسنكيهم بلون نبرا وهانذا حولي هذه الاساويد عندمو ندمتيني هول بزي نبرت الله تكبب ايه انت يلموت نو على سعد ابن ابي وقاص من الهلال تملكتك بيتون الهلال زري باي فلم ارى
إلا حفنة ومطهرة بيتو يالا تنش مسداجو مسجدجو تنش دغروش ناتشو منون تصونو بيي تغرمو كلا بليلا مروايا سعد سلمان رضي الله عنه سيموت 30 درهم نبر وي دينار وفي رواية أخر يزين يحل بتشا نبر ينبروا بنيا 30 بر ليون يشلا تواضعه رضي الله عنه يسلمان تواضع سناي دمو በጣም የሚገርመው ጓደኛው ምን ይላል አንዴ ሰልማን ቤት ቤቱ ገባው ስገባ ቤቱ ውስጥ ሊጥ ያቦካ አገኘው ተጎምብሶ ይአገር አስተዳዳሪ በጣም ተገረምኩ ተገረምኩና እንዴ ኸዳሚያችሁ የናንተ ሰራተኛ የት ዳኖ አንተ ተጎምብሰ ምታቦካው ስለው فقال لقد بعثناها في حاجه فكرهنا ان نجمع عليها عملي እኛ ለሆነ ጉዳይ ልከናት ነው እናም ሁለት ስራ አሷ ላይ መጫን ስለ ጠላነ እኔ ልገዛት ብዬ ነው ተጎምብሽ ማቦካው አላሁ አክበር ምን አይነት ለቅሰው ነው ሰልማን እንዴት ጀነታት ናፍቀው ይሄን ትልቅሰው በጣም የሚገርመው وفي الايام التي كان فيها اميرا على المدائن مدائن متبالو ياهونو ايران ታላቅ አስተዳዳሪው ነው ተመድቦ ዛ ያለ لم يتغير من حاله شيء كسو هنيتا يتقير نغير يلم يلالو مؤرخو وذات يوم بتام ميغرمو قصه عند كان وهو سائر في الطريق لقيه رجل قادم من الشام عندي سلمان رضي الله عنه بغوداناو لي سيملالسو كشام هاجر يمط عند نغادي غا تغناني ومعه حمل تين وتمر ايه نغادي دمو اجو لي تمرنا تين ليشط ود مدائن هاجر يزوت يمط كشام هاجر ደክሞት የከበደው ቀይዟል ተመረና ቴን ይዟል ብቻ ሊሸከምለት የሚችል ከማህበረሰቡ ጋር ብዙም ያልተለየ ሰራተኛ ይመስል ሰው ሲፈልግ ሰልማንን አየው واشار لرجل فاقبل عليه ናንተ ሰው አላችሁ ሳቸው ያገሩ አስተዳደሪ ናቸው فقال الشامي احمل عني هذا انت شكملኛል فحمله ومضى معا سلمان رضي الله عنه تشكمه ابرو مغواز جمرو واذا هما في الطريق بلغ جماعه من الناس سلمان رضي الله عنه عند سراتنيا تشكموا سيدو كزي نغاديكا منغير لي بزو سوتش اكين سلمان رضي الله عنه وسلم عليهم السلام عليكم علاچو عند تشكموا فاجابوا واقفين قموا وعلى الامر السلام بمرياچي لي سلام يهون سيدو وعلى الامر السلام على دنگتو هي شامي نغاري منال بمرياچي لي اني شاغر مريني تدناغرنا ايو امير النعنون مان يوم مري لو ميدو سيدناقت ثم تصارعوا اليه حزبوا تراوطوا متونا يا ابا عبد الله نحمل عنك اني نشكمل باك استن سيلوت تكرم دنقت يسو من لمندنو دي منكباكبوت علينا من هذا يسو ما انه علاچو قالوا هذا اميرنا سلمان صاحب رسول الله يكو يا غريتو استداري اميراچركو نو يا نبي صلى الله عليه وسلم بالدربا በጣም ደነገጠ ይሰው وهارت كلمات الاعتذار والاسف من بين شفتيه كافوست ይቅርታ ቃል መዝነብ ጀመረ ከዛም ሩጥ ሆደና ይቅርታ በሉኔ ልቀበላችሁ ሊያወርድ ሲል ሰልማን رضي الله عنه ምናሉ لا حتى ابلغك منزلك بيت سالا درسهم بالسطح رايتو تشكموا وسدوا بيتو ادرسوت رضي الله عن سلمان من اين التواضع عند تلك يا غير السداداري رضي الله عن سلمان سلمان يهتالك ان ادغسوا كلهم الدنيا لي فصام يالو موت افافلي درسه وفي مرض موته موت افافلي بدرسبت قلي بالبيتون استرات من علت اسكمجلني يالكوشن دبقش انوري يالكوش استوتاين امجالت الصام دبق استمتو بهونه قاطرو نغر يتدبق ميسك نو يي ميسك عند طورنت لاشنفو سيكفتو يدرسو نبرنا سموت كن ما شتو نو بلا اسكمطوت نبر رضي الله عنه كذا متاتشلاچو تلك قاسچن يالوات تلك قا متاتش يهن ميسكون واو سكتتونا لوسوت كشتوت تتم بهله منالو انضحي حولي يهن نغر زوريه لي رچو يالوات فانه يحضرني الان اهونكو እንግዶች ይመጡብኛል خلق من خلق لك الله فطرتاتك هنا لا ياكلون الطعام وانما يحبون الطيب تروشتان ميودو مغيب ما يبلوا እንግዶች ይመጡብኛል ዙሪያ ላይ ርጫው አለ الله اكبر
ባለቤቱም ሳልህ ነበርች እንዳላት ዙሪያቸውን ረጨችው ቤቱ ኑር ኑር መሽተት ጀመረ ከዛ ምናልት ወረጂ በሩን ከፋፍችልኝ እንግዶች እንዴት እንደሚገቡ አላቀም በየትኛው እሷ ባሏ እንዳላት በሩን ከፋፈተችና ወረደች ከዛም ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ስትመለስ ሰልማን ረዲየላሁ አንሁ ሩሁ አካሉ ጋር ነበረችም ወደናፈቀው አላህ ሄዶ ነበር ወደናፈቀችው ጀነት ሄዶ ነበር ሰልማን ወደናፈቃቸው ናፍቆቱ ወደረበሽ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈተለካ ቢልአህባ መሐመድን ወሰህባ ረሱልንና ይናፈቃቸውን ባልደረቦችን ተገናኘ ረዲየላሁ አን ሰልማን አላህ ይውደደው ጀነት ውስጥ አብረን እኛንም ይሰብስበን ኢንሻአላህ ከዚህ ታላቅ ሰሃቢ ምን ማሩ አስተምሮቶችን አሳጠረና ያለ ኢንሻአላህ ግዜ እንደውስደብን አድርገን ምነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት አስሃቢ ከነጆም የኔ ባልደረቦች እንደ ከዋክብት ናቸው ቢአይህ መቅተደይቱ መህተደይቱ ማንኛውንም ብትከተሉ ወደ ጀነት ያደርሳችኋል ያሉ ከሰልማን ምን እንማራለን ሰልማን ከህይወቱ ምን ወስዳለን ለዱንያ ብልጭልጭ ትልቅ ጉጉት አለበረው ለዱንያ ዲኮሬሽን ትልቅ ስስት አለበረው ዛሂድ ነበር ለዛምኑ ሲሞት እጁ ላይ ወደ 30 ብር በእኛ ማለት ነው እጁ ላይ የተገኘው ቤቱን ለምናቀው ነው ደሞዙ ሰልማን እንደወጣ ነበር ሰደቃ የሚሰጠው ይሄንም ያስተማሩት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ዙህድ መማር አለብን ዱንያ ኢንሻአላህ እናዛት በእጃችን ቀልባችን እንዳትገባ ዛሂድ መሆን መቻል አለብን ሁለተኛው ثانيًا رد الحقوق حقን መመለስ አለብን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰልማን እሳቸው ጋር ስልምናን ተቀብሎ እንደገባ ምንድን ነው ያሉት ያ ሰልማን ካቲብ ሰይደክ አንተ ሰልማን በል አስተዳዳሪን ተጻጻፈው ከሐቁ አፉታን ጠይቅ አለ አደውን ክፈል ነበር ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛም ባለፈው ነቱቡ ኢላላሂ ጀሚዓን ወደ አላህ እንመለስ በሚለው ፊሲዲያችን ላይ ፕሮግራሙን እንደተከታተላችሁት ከዛ ሸሪጥ ላይ ከተውባ ሸርጦች ውስጥ ከሰው ጋር የሚገናኝ ከሆነ رد الحقوق ነው ሐቅ መመለስ አለበት የሰው ሐቅ አላህ ያገባው የሰው ሐቅ የበኒ አደም ሐቅ አላህ ያገባው እኛን መመለስ ያለብን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዙልምን ይዘው ለሚመጡ يوم القيامة ምን ይላል يقول الله تعالى حديث الكرسي لي وعزتي وجلالي بلك اني بكبري هنبني لا يجاوز هذا الجسر ظالم ይሄን ሲራጥን ድልድይ በዳይ ሰው አልፈውም ነው የሚለው አላህ በደላችን እዚሁ መታጠብ አለበት ሰዎች ጋር ሐቅ ካለ አፉታ መጠየቅ ከቻለ መክፈል መቻል አለብን የሰው ሐቅ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ የሰልማን ታሪክ ላይ ያስተማሩ ታላቁ ትምህርት ይሄ ነው ሌላው ተዋድዑ ረሂመሁላህ የሰልማን ተዋድዑ ሰልማን ያገር መሪ ሆኖ ሊጥ ያቦካል ሰልማን ያገር መሪ ሆኖ እንደ አንድ ሰራተኛ ተሸክሞ ለሰዎች ቃስ ይወስድና ያለ አረግዴ የለም ሲል ላ hatta ابلغك منزلك ቤት ሳላደርስ ማልተው ሲል እንመለከታለን ስለዚህ ከሱ ምን ወስደው ተዋዶ ራስ ማስተናነስ የሙእሚኖች ባህሪ ነው በጣም ከሳልሆች ውስጥ በጣም የሚገርመው አንዱ ሐጅ ላይ ያሉ ሰው በጣም ዝድሃም ውስጥ ነው ሐጅ ላይ ሰው እርግጫው ምን ይበዛል እዛ ውስጥ ያኔ ከጎኑ ያለ ሰው ላንድ ሰው ላንድ ሳል ሰው ምን አለው والله ما اظنك الا رجل اسو والله مطفو ሰው እንጂ ሌላ አትመስለኝ ማለት ይህ ደግ ሰው እኔ እንዴ ትለኛለህ አለ ለምን አለ ما عرفني الا انت والله كزي مليون حزب حجاج است انت እንጂ ማን ማላወቀኝ ልክ እንዳልከ እኔ مطفو ሰው ነኝ ይሄ ራስም አስተናነሳያችሁ ሌላውን ደግ ሰው አንድ ሰው በጣም ሰደባቸው የስድብ ማአታ ወረደባቸው ምን አሉ መልስ አልሰጡትም ምን አሉ ኢን ኩንተ ሳዲካን ፈገፈረ አላሁ ሊ የሰደብከኝ የወቀስከኝ ነገር እውነት ከሆነ አላህ ይማረኝ ወኢን ኩንተ ካዚበን ፈገፈረ አላሁ ለክ አንተ ደግሞ ውሸትክን ቀባጥረህ ከሆነ አንተን ደግሞ አላህ ይማረ አያችሁ ተዋዱ አላሁ አክበር العابد الزاهد محمد بن واسع ميبالو تالاكو عالم عابد من يلالو لو كان للذنب رائحة لما جالسني أحد يلالو لني ونجل ذنبي شتاكو بينورو عندم صابري بالتك أمت أنبر بطعم كرفة أنبر تلك عالم عابد كوناج يا الله فري باري نياك النسون النوار من لو تمنا ميسا الزن حالاتشن ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀነትን የውመ ልቂያማ ከፍተው የሚገቡ ከዚህ ኡማ መጀመሪያ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ከዛ አቡበክር ስዲቅ ተከትሏቸው ይገባል። ሶስተኛው የሚገባ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ዑመር ነው የሚገቡት። ይህ ታላቅ ሰሃቢ ግን ምን ይላሉ
መንገር ላይ አንድ ህፃን ልጅ ሲያገኙ ያስቆሙትና ዱዓ አድርግልኝ ይሉታል። አንተ ንሱ ነህ ወንጀል የለህም፣ እኔ እንደውም በብዙ ወንጀል ተጨማልቅ ያለሁ፣ እባክህ ዱዓ አድርግልኝ። አላሁ አክበር! ምን አይነት ተዋዱ ነው ይሄ? አማ ነህኑ ዓፋና አላህ፣ አላህ ይዘንልኛ። አሁን ዘመን ማምን ሰማ ወሬ በጣም የሚቀፍ ነው። እኔ ፍርቀቱ ናጂያ ነኝ ይላል። እኔ ፍርቀቱ ናጂያ ማለት የውም አልቂያማ ካላህ ቅጣት ነጃ የሚወጡ ጀነት የሚገቡት ግሩፖች እኔ ነኝ ሲል ሰማል። كيف انت ነብስ እንዴት ብለ ተሰይማል? እኔ ሙናፊቅ ነኝ ነው የሚባለው። ወላሂ እናስተካክል ወንድሞች። በጣም የሚገርመው ከታቢዒዮች ውስጥ አንዱ ትልቅ ታቢዒ ምን ይላሉ? ታቢዒንስ ምን ይላሉ? 30 የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦችን በህይወት አግንቻቸው ነበር ይላሉ። ያ እንግዲህ ረዲየላሁ አንኩም የተባለ ትውልድ ነው። አዳው አላህ ወዷቸዋል የተባለ ትውልድ ነው። 30ውም ይላል 30 አግንቻሉ 30ውም ሙናፊቅ ነኝ ይያለ ሁሉም ያስብ ነበር ይላል። ሁሉም እኔ ሙናፊቅ ነኝ አላህ ይምረኝ ይያሉ ነበር በነፍሳቸው ላይ የሚያስብ። አንተ ተቁል አነ ፍርቀቱ ናጂ እኔ ፍርቀቱና አይባልም ወንድሜ ተዋዱ እኔ ነኝ ወንጀለኛው። አላህ ድርቅ መሬት ላይ ሲያመጣ በእኔ ወንጀል ይሆናል። ህዝቡ ቆም በእኔ ነው እየተቸገረ ያለው። እምንል ሰዎች ነው መሆን ያለብን። ከሰልማን ረዲየላሁ አንሁ እምንማረው ትልቁ ትምህርት ተዋዱዑ ረሂመሁላህ ረዲየላሁ አንሁ። አምስተኛው ትምህርት አተትሂየቱ ፊ ሰቢልል ሐቅ ሐቅን ፍለጋ የተከፈለ መስዋዕትነት ከሰልማን ላይ እናያለን። ሰልማን ብዙ ሀገር አቆራረጠ። በጣም ከተወለደበት ከተቀመጠበት ሀገር ወደ ሻም ሄደ። ከሻም ወደ መውሱል መጣ። ከመውሱል الى ነሲበይን መጣ። ከነሲበይን ቁጠሩ እንግዲህ الى العموريه ከአሞሪያ ወደ አረብ ከአረብ ወደ የስሪም ከየስሪም تعب حقም ፍለጋ መድከም አለብን። ሐቂቃኛ ከናት ካባት እስልምና እናገኘ ነው ብዙ ቦታ ትኩረት ስንሰጠው አይታየም። ሰልማን ወደ ነብዩ ሚያዳርሰው እስከሆነ ድረስ ተድህያ መውሰድ መረጠ። ምንድን ያለው ወደዛች አትክልት ወደ ተመርላ አባት አገር ሲدرس ወደ ነብዩ እንደሚያቀርው ስላወቀ ባሪያው ነው መሸጡ ተዛላለው። ያ ሰው ያ ትልቁ ጳጳስ ይገባለት ቃሉ ተዛሉ ነብዩ እንደሚያገኛቸው አስተዋወሰ። ስድስተኛው حفظ وصية الرسول የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሲያ መጠበቅ። ሰልማን ሊሞት ሲል ምንድን ያለው ነብዩ ቃል ያስገቡነን አላማላሁም ብዬ ነው ማለቅ ሰው ነበር ያለው። እኛስ እንዴት ነን? ነብዩ ብዙ ወሲያ ሰጠውና ሊሞቱ ሲል አሰላህ አሰላህ ወማ መለከተ ኢማኑ የሶላት ነገር አደረ። በተለይ በጃቹ ላይ የሚተዳደሩትን ሰራተኞች አደረ። ብዙ ወሲያ ነው ሰጠን እየተበቀን ነው ነው ራሳችን ጠየቅ። የመጨረሻውና ትልቁ ትምርት ግን በሰልማን ታሪክ ውስጥ እናገኘው የክርስቲያን ቀሳውስቶች ጳጳሶች ሐቅን እንደሚያቁን እንረዳለን። አሁን በቤተክርስቲያን ውስጥ ብትመረከት ሚስጥረ ካህናት የሚባል አለ። የካህናቶች የተላልቅ ዑለማዎች በእነሱ ተርም ማለት ነው ምሁራኖች አሉ። ለነሱ እንጂ ለሌላ ማይነገር ሚስጥር አለ። ከነዚህ ሚስጥሮች ውስጥ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ነው መልአክ እነሱ መጽሐፍ ውስጥ ተነግሯል። ምነው ነብይ ኢሳ አለይሂ ሰላም ቁርአን ላይ አላህ እንደነገረን ወሙበሽራን ቢረሱልን ያቲ ሚን ባዕድ ስሙሁ አህመድ እኔ ማበስራችሁ ነኝ ነብዩ በአህመድ በሚባል ነብይ ለወደፊት ይላካል የመጨረሻው ነብይ ይላካል በሱ አብሳሪ ነኝ ይላቸው ነበር ለነሷራዎች። እና ትክክለኛ ከይሶችን ብታገኝ ሐቅን ያቃሉ። አንዳንዴ ቁጭ ብለህ ስታወራቸው አይ ልጄ እምነትም አይናንተው ነበረች ታዲያ ምን ይሆናል ብሩ ይዞን እኮ ነው ይሏል። በግልጽ እንዲህ ይሏል ሐቁ ከነሱ ውስጥ አለ አውቆ ሸፋፍነውት ነው እለፈው የሚባል አከይዳለሽ። በተለይ ለዚህ ነሲሐ መስጣችሁ እንድትሰሙት አንድ ካሴት ሰባቱ የቤተክርስቲያናት ሚስጥራት የሚል በወንድም በኡስታዝ ኡመር ተስፋ የተዘጋጀ አንድ ሸሪጥ አለ። ገስታችሁ ማርኬት ላይ ይገኛል። አዳምጡት። ሚስጥራቸውን አጋልጦ ያወጣ እሱ ራሱ ትልቅ ቄስ ነበር። ከዛም በኋላ አላህ ወደ እስልምና መርቶት እዚህ ደረጃ ላይ በቃ ነው። እና ከዚህ ታሪክ ላይ የምንረዳው ቄሳውስቶች ሁሉም ሐቅ ያቃሉ። የዲንን እስላም ትክክለኝነት የረሱላ ስለም ነብዩ ነው መላክ ከዚህ ታሪክ ላይ የምንማረው ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰማነው የምንጠቀመው